مشروع الحزم قبل افتتاحه هو حديث الإعلام في قطر، ليس الإعلام المحلي وإنما حتى الإعلام الخليجي والعربي والعالمي، اللي كثيرا من الناس يتساءلون متى هذا الصرح اللي يعتبر مميز ونادر بيعلن عن افتتاحه، خاصة بهذا المشروع والضخامة المعمارية الكبيرة اللي راح تضاف عندنا في قطر بإذن الله. بالفعل يا أبو ربيعة، هو مش مجرد مجمع أو مكان، ولكن معلم سياحي يضاف لخريطة قطر عن الحزم اللي متوقع أنه يفتح قريب وخلال هذا الشهر. معنا اليوم السيد محمد عبد الكريم العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة العمادي للمشاريع، نتعرف من خلاله أكثر عن هذه التحفة الفنية. مرحبا أبو جاسم. مرحب. ومشرفنا شاشة الريان. مرحبا فيكم وفي مشاهدين شاشة الريان. والحقيقة دائما أنا أقول قناة الريان القناة لها الأسبقية في كل شيء. نعم. وهم ما قصروا من خلينا نقول من السنين الماضية هم يغطون مشروع الحزم، وأنا كلهم كل التقدير والاحترام والقائمين على هذا القناة. طبعا تستاهل يا مجاسم، بالعكس يعني من رجال الأعمال اللي نفتخر فيهم وتواجدهم عندنا في قطر، ودائما المشاريع اللي تساهم فيها وتقوم عليها تكون لها أثر إيجابي وأثر مميز على مجتمعنا القطري. في البداية فكرة مشروع الحزم، هذا يعني الصرح المعماري السياحي الفريد من نوعه، احنا بنقول من وين جاتك هذه الفكرة، خاصة الأشياء اللي قاعدين نشوفها في الفترة الأخيرة وقرب على الافتتاح، وبنجيك على سؤال الافتتاح إن شاء الله. نعم في حوار إن شاء الله. لا حاضرين إن شاء الله. طبعا المشروع، فكرة المشروع إيطالي كلاسيك، العمارة الإيطالية معروفة بالفخامة صراحة. نعم. إذا احنا بنتكلم فأصل الفكرة من إيطاليا، أو خلينا نقول العمارة الأوروبية، وفعلا احنا بغينا نطبق هذا النوع من العمارة لان نشوف ان في نوع من خلينا نقول في المشاريع اللي موجودة، انا اتكلم عن القطاع الخاص. نعم. ان فعلا الدولة او يعني بلاد تفتقر الى بعض المشاريع النوعية الا القطاع الخاص هم اللي المفروض يسوون. انا ما اتكلم عن القطاع العام لان قطاع عام طبعا الدولة ما مقصرة في هالمشاريع، لكن انا دائما بقول المفروض القطاع الخاص بعد يواكب هذا التطور ويساهم بمشاريع نوعية. صحيح. ومش بمشاريع تكون معتمدة على الكم والحجم بس. فطبعا جاءت ان مشروع الحزم، ان الواحد اذا سافر وشاف شيء على مستوى ود ان هالشيء يكون في بلاده صراحة. صحيح. فطبعا هذا الشيء يمكن كان حلم في فترة، اول ما شفت يعني شفت المشروع مشابه في إيطاليا او اكثر من مكان صراحه. فعمليا انك انت تطبق هذا المشروع كان نوع من التحدي وصعوبه، ولا كان معاي قال لي محمد يعني انت تحلم ولا من صدقك اللي تبي تسويه في قطر؟ يعني هذه الناس قعدوا في سنين ويعني زين ابو جاسم الحين وانت قاعد تشوف هذا المقطع قدامنا. نعم. شنو ردك حق الشخص هذا اللي قال لك ان الموضوع صعب وما تقدر تسويه وبيحتاج وقت وكذا؟ نعم. وانت الان تشوف الموضوع يقترب من التطبيق على هذا الواقع. والله انا اشوف ان ابي اقول لهم ان هل قطر يسوون كل شيء. نعم. بس يعني انا دائما سمو الامير دائما براهن على المواطن. واحنا هنا نبي نثبت ان فعلا رهانه صح. صحيح. واحنا لازم نكون قد هالرهان، ولازم نثبت للناس والناس يعني خلينا نقول حتى دول الجوار ان فعلا احنا نقدر نسوي شيء على مستوى. صحيح. وهي فعلا من اليوم الناس اللي بتشوف هذا المشروع، هو المشروع الحزم تبي الصحيح، هو لا مشروع لا ينسب لشخص. صحيح. احنا اللي ننسب نفسنا لهذا المشروع، المشروع اكبر من انه ينسب لمحمد العمادي او لغير محمد العمادي حقيقه. هذا خلينا نقول التوجه العام للدوله، يعني سياسه سمو الامير وسمو امير الوالد طبعا اللي بتخليك انك انت تكون مطمئن من الوضع او مستقبل هذا البلد. ولا انت ليش تسوي مشاريع طويله الامد اذا انت في عندك شك في هذا، اذا عندك شك في 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 الاستقرار، اذا عندك شك في السياسه، اذا عندك شك في الاقتصاد، انت ما تسوي. فاحنا نبي نثبت انه لا، احنا فعلا يعني دوله مستقره، الاقتصاد يعني بني على اسس متينه واضحه. صحيح. فهاي بتخليك انك انت اليوم تستثمر وما تفكر ان تبي ترجع فلوسك
خمس سنين ولا تقول عشر سنين، هذا المشاريع بتطول، لا طبعا بتطول لمدة أطول. لكن فعلا أنا على يقين أن المستقبل لقطر بإذن الله. أكيد يمكن تأكيدا لحديثك سيد محمد أن إحنا نتكلم أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها. نعم. والآن إحنا نشوف هذه الترجمة على الحزم. الحزم فكرتها بدأت من قبل 2008، ومن 2008 بدأ الإنشاء، وإحنا نتكلم عن 9 سنوات الآن مرت في مراحل مختلفة. صحيح. مرت في سفرات، مرت في تحديات، مرت في كثير. صحيح. ولكن شلون محمد العمادي قدر يتخطى هذه التحديات كرجل أعمال قطري، والآن الشباب القطريين يستمعون لهذه الفقرة وودهم أنهم يعرفون شلون التحديات يقدرون يتخطونها، وما خلوك توقف في أول تحدي وأن أنت تنسى فكرة المشروع. نعم. طبعا أنا قبل ما أقول أن محمد العمادي ولا غيره، أنا أقول هذا توافيق من الله سبحانه وتعالى. سبحانه. الله سبحانه وتعالى بيسخر لك وبيسر لك وبيوفقك في أمور كثيرة أنت ما كنت تعمل حسابه. يعني إحنا ما نبي يعني ننسب النجاح، الإنسان ما لازم ينسبه لنفسه، لأن لولا توافق الله سبحانه وتعالى هذا المشروع ما استوى. وأنا أكثر من شخص يعني سواء كانوا معماريين على مستوى من أوروبا، يما شافوا الصور الأولية للمشروع أو 3D قالوا هذا صعب مستحيل، يقول impossible، قلت له إن شاء الله. فهني نبي نبين لهم أن هذا مش هذا المشروع مش وراء فرد، هذا وراء توافيق من الله سبحانه وتعالى. سبحان. هذا اللي أنا بقول. الأمر الثاني إحنا بنقول دائما حق شبابنا وحق يعني رجال الأعمال إن مشروع الحزم يعني صح فيه تحديات، لكن إرادة. صحيح. إرادة، وبعدين إنك أنت تحط في بالك إتقان العمل. حقيقة إتقان العمل هذا مطلوب من كل واحد، سواء كان موظف، سواء كان تاجر، سواء كان مسؤول، وزير، غيره، أي إنسان اليوم مطالب بإتقان العمل، وهذا واجب ديني. يعني هم إذا يقولون إن إحنا مثلاً بنسوي شيء على مستوى إحنا من في أوروبا من مئات السنين، إحنا نقول من 1400 سنة هذا الدين دين الإسلام حثنا. صحيح. على أن إحنا فعلاً نتقن كل شيء نسويه. صحيح. فإحنا بنقول حق الناس بمجرد ما أنت حطيت يعني الإرادة وإتقان العمل والإخلاص، كل الأمور أنا أشوفها أنها تتسهل. نعم. بس إحنا إذا تسمح لي صراحة، إحنا نتحدث الآن عن ميكس، نتكلم عن فن إيطالي، تحف إسبانية، نتكلم عن فسيفساء من اليونان، نتكلم عن جرانيت من فلسطين، نتكلم عن ورخام عفوا. نعم. نتكلم عن عمال من الهند وعمال مختصين في النحت لهم. صحيح. قرية معينة ومختصين. صحيح. جدا، يعني ما في حد قدر يوصل لهم غير محمد عبد الكريم العمادي. هذه الرحلة تحتاج بالفعل بعد 9 سنوات ان الناس تعرف الحزم ايش وراه، مش مجرد بنيان ونبنى بالشكل. هي وراها قصص، وراها تحديات، والحمد لله انا مثل ما قلت لك التحديات كلها الله سبحانه وتعالى يعني السرق. سخر الامور وتسهل. لكن في كل مرحله حقيقه التحدي الحمد لله انا شفت انه يعني كان عندي التحدي الاول للمشروع بهذا الحجم، شلون نسوي في الدوحه، وين الرخام، وين الحجر، من الفريق اللي ممكن يسويه. دائما انا اقول اليوم اي بزنس اذا راعي الشغل ورا شغله الأمور تمشي صراحة. صحيح. يحتاج المتابعة، والمتابعة خلينا نقول الدقيقة، سنترلايز، أنك أنت تشوف تفاصيل هذا العمل. يعني الواحد إذا سافر شاف شيء زين، مفروض أن يتعلم من هذا الشيء أنه فعلا بيسوي أشياء مثله. يعني هو أنت تبي ترفع مستوى الذوق العام في أشياء معينة، فبتشوف الشيء اللي شفته سواء في إيطاليا ولا في إسبانيا، وهذا لازم. المهم عملية التنسيق بين كل الأمور هاي. مسألة الحجر فعلا تحدياتها كانت كثيرة، مسألة ان من يقعد يحفر في هذا كم من الرخام والكتل من الحجر، هاي تحدي ثاني. ويعني فعلا سافرت الهند، وبعدين من مدينة، وبعدين قالوا لازم مدينة ثانية 4 ساعات بالسيارة. قلت اتوكل على الله، رحت 4 سيارة. قالوا لا الحين لازم تغير السيارة تروح فور ويل، لانك لازم تطلع منطقة جبلية، وبعدين ناس ما تعرفهم. فعلا رحت المنطقة الثانية، ورحت قرية تبي الصحيح حتى ما يتكلمون هندي، هم في الهند يعني لغتهم غير لغة المترجم اللي معاي. جميل. والله. فأقول لهم أشوف الناس قاعدين قدام بيوتهم، المنطقة اسمها راجستان،
يعني مش راجستان العاصمه، لا في راجستان القرى المحيطه، الحين ابو جاسم الحين بياخذون لك الاسم بعد بيروحون بيشوفون الحين بينافسون وين هي القريه هذه. والله انا ودي كل مشاريع قطر تكون احسن من الحزم ان شاء الله. والله انا حقيقه دائما اقول يعني انا ودي الناس تسوي اشياء احسن من هذا، هاي تحدي ولكن باذن الكريم باذن الله شبابنا والله يسوون اشياء احسن، الفرص موجوده صحيح. والدولة ما تقصر صراحة. شيء طيب منك أبو جاسم، أنت تتمنى الخير. أتمنى الكل، واللي يبي معلومات عن الحزم أنا حاضر يجيني وبعطيه كل شيء من المصادر ومن الفنانين اللي هم. هذا العشر فيك أبو جاسم ما هي بغريبة عليك، إحنا بنتواصل معاك بنتكلم عن مشروع الحزم بنتكلم عن الأشياء الجاية وبنتكلم عن موعد افتتاح مشروع الحزم، لكن بعد ذهابنا معاك مشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع أخوي محمد عبد الكريم العمادي، انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل، نكمل حوارنا مع السيد محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي لشركة العمادي للمشاريع. يمكن تحدثنا قبل الفاصل أبو جاسم على شلون كانت الرحلة، وكانت مش سهلة ان انت توصل لهذه الاماكن وان انت تجيب منهم العمال، العمال اللي اصبحوا الان شريك في هذا أكيد. المشروع، لو تحدثنا عن العمال وعلاقتك بهم والعشاء اللي صار الاسبوع اللي طاف. طبعا احنا دائما انا اقول ان العمال مو بهذول الناس اللي يشتغلون عند احد، هذول يشتغلون معانا صحيح. يعني دائما انا اتعامل اقول هم شريك. احنا نشتغل مع بعض وهذا الكلام اللي قلت لهم ان انتم تشتغلون احنا نشتغل مع بعض وانتم ما تشتغلون عندي. الامر الثاني يعني هذول الناس اشتغلوا يمكن 7 سنين في المشروع تعبوا يعني تعبوا صحيح. وبعدين سووا شغل، انت شفت الكميه النحت والحفر، وطبعا لما تم التكريم صراحه كان لكل العمال من السائق الى العامل الفني الى العامل العادي لكل الناس اللي اشتغلوا في المشروع، وانا اعتبر حقيقه هذا حق من حقوقهم. يعني أنا ما أبي أمن على العمال إنه هذولا أنا مسوي لهم الشيء الكثير، لا يعني خلينا نقول الإحسان هذا واجب ديني صحيح. إذا إحنا بنتكلم الحين صحيح. يعني بتسأل بيقول لك والله حقوق الإنسان واللجان اللي موجودة، إحنا من 1400 سنة هذا من لقطات العشاء حفلة التكريم نعم. العشاء اللي صار إيه نعم سوينا لهم في الحزم وبيناهم هذا الشغل اللي أنتوا سويتوه حقيقة، يعني أنت تبي تراويهم أن المكان هذا أنتوا اشتغلتوا فيه وهذا نتيجة عملكم، ويعني أنا من غير الفنيين اللي مثلكم ما هذا المشروع ما كان يستوي، ففعلا كان له تأثير إيجابي على هذول الناس. وفعلا إحنا بنقول مثل ما قلت لك الرسالة أن العناية بالعمال وبهذول الطبقة هذه قبل ما تكون يعني نقول حقوق الإنسان أو المنظمات الدولية هذا واجب ديني علينا صحيح. هذا الدين الحين بحثنا الدستور بحثنا على هذا الشيء، يعني هذه الأشياء مش أنت مجبر أنت بتسوي لأن بتحس أن هذا الشيء لازم تسوي لهم صحيح. وتسوي بحب حقيقة صحيح. وآثاره بتبين. أنا دائما أقول هذا يعني هذول الناس إيش يبغون إلا أنك تتعامل معاهم وتتكلم معاهم كلمة زينة وتسلم عليهم وتشكركم تشكرهم على هالجهد اللي بذلوك هالسنين، فهذا الشيء يعني أنت تؤجر حقيقة يعني صحيح. تحصل فيه أجر، فليش الواحد يبخل عليهم بهذا الشيء بعد هذا المشروع؟ يعني أحيانا الكلمة أو العشاء أو الحفل البسيط اللي يكون موجود يكون أوفى وأعبر من أمور أخرى أنت أي نعم تعطي مكافأة طيب. أنت صح تعطي مكافأة لأنه حتى مسألة سؤال المكافأة أو الحق هذا انا اعتبره هذا شيء واجب لازم احنا نسوي له، من واحد اذا اشتغل شهر انا تعطيه راتب انت ما مسوي فيه شيء، هو بيشتغل لك وانت قاعد تعطيه حقه، فهو مش منك انك اعطيته راتبه في وقته. وهذا بعد نقول ان الاسلام يعني اعطي الاجير حقه قبل ان يجب حقه، هذا ما جاء لا من حقوق الانسان ولا من منظمه ما ادري كذا. زين ابو جاسم احنا نرجع حق موضوع المشروع بشكل عام والاشياء اللي تميز هذا المشروع الضخم مشروع الحزم، خلنا نتكلم عن الاشياء
المميزة في هذا المشروع ويمكن أنت ما صرحت فيها في مكان ثاني، أبغي نأخذ منك الأشياء اللي تميز هذا المشروع عن غيره من المشاريع الموجودة عندنا في قطر، ونبغي أشياء حصرية حقا. إكسكلوزيف. والله أنتوا دائما عندكم الحصرية، كل التصريحات الريان في عندهم أشياء يعني حصرية، وأنتوا تستاهلون ومشاهدينا أهل قطر يستاهلون كل خير. الحقيقة طبعا المشروع هذا بيعتمد على عدد من المطاعم والخلينا نقول قهاوي اللي تكون موجودة. مين لهذا المشروع اللي بميزه أن معظم المطاعم إذا مو 90 و95% هذه الأول مرة تكون في قطر. ممتاز. هذه أول شيء. ثاني شيء إحنا اعتمدنا على الجودة في اختيار هذه المطاعم. يعني المطاعم اللي موجودة في يعني جودة في الأكل أو جودة في الخدمة، هذا إحنا حريصين جدا إن نقدر نوصله، يعني نوصل لهذا المرحلة حقيقة. يعني يمكن اشتغلنا كثير في المشروع كعمارة، لكن احنا الحين قدامنا مهمة ثانية اللي هو الاوبريشن، الاختيار اللي هو كيف نقدر نقدم للناس شيء اللي هم يبغون اللي هم يتوقعون، وشيء مميز يعني ما تحصل في مكان مميز. نعم انا ان شاء الله بقول لك انه بيكون شيء مميز في مشروع الحزم. وهاي مسألة التميز، انا اقول دائما احنا عندنا مشاريع ناجحة في قطر وايد، عندنا سوق واقف، عندنا كتارة، عندنا بير، فمش من الصح ان اليوم انا اسوي شيء موجود في هذا المشاريع، مش صحيح. من الصح اذا شفت مشروع ناجح اروح اسوي له كوبي بيست واكرره، اخلق شيء جديد. صح انك تخلق شيء جديد وتكمل على المشاريع الناجحة، إيه؟ اضافة تعمل على الموجود. جميل. فمشروع الحزم فعلا راح تكون اضافة بالنسبة للسوق خلينا نقول المحلي، وإن شاء الله تكون إضافة حتى على مستوى دول المنطقة. يعني إحنا ودنا دائما إن يقولون في قطر في أشياء زينة صراحة. يعني ما نبي القطري يوم الخميس يلا وين أبي أروح الدولة الفلانية لأن عندهم كذا كذا كذا. إحنا ودنا الناس تجينا لأن والله في قطر عندنا أشياء زينة. ودنا المواطن يقول والله إحنا عندنا أشياء زينة في قطر، إذا جاء ضيوف يودي مكان، يودي كتارة، يودي سوق واقف، يودي الحزم، يودي قطر مول. قطر مول المشاريع الكبيرة كلها أنا أعتبر يعني مشاريع بتكمل، يعني احنا كلنا لازم نكمل بعض. فهاي هو اللي انا اقول لك. طبعا الميزه الثانيه اكيد العماره تكون مميزه، ولما اعتقد العماره الايطاليه فيها فخامه جدا. صحيح. بس احنا دائما انا اقول المزج بين يعني العماره الايطاليه والضيافه القطريه. صحيح. يعني في اشياء احنا عندنا ما عندهم، وفي اشياء هم عندهم احنا ما عندنا. احنا ما عندنا العمارة الرومانية الفخمة الرخام والنحت والحجر، هذا ما عندنا. معروف عمارتنا معتمدة دائما تعتمد على البساطة. فأنت لازم تجيب الشيء اللي موجود عندهم ومش موجود عندك، وفعلا تضيف الشيء اللي هم ما عندهم. أنا ما أقدر أقول الضيافة الأوروبية، لا هذا ما في الضيافة العربية الخارجية، هذا اللي لازم البصمة اللي أنا لازم أحط على المشروع. جميل. صحيح. طيب انت ما كملت الاشياء الحصريه، انا بطلع الحاجي اليوم. التبريد، قصه التبريد. والله التبريد يعني ان شاء الله، يعني انا بيقول حق الناس ان في فكره التبريد هو في شقين. الشق الاول اللي هو النوع الرخام اللي احنا استعملناه في الارضيات والممرات، هذا النوع رخام جايبينه من اليونان اسمه تاسوس. هذا يعني بيعكس الحرارة بشكل، وفي خاصية أن أنت حتى في الصيف، إحنا نقول شهر 7 و8 والظهر تمشي وانت حاف على المكان، نفس الرخام اللي حاطينه في الحرم. الحرم. نعم. مكة الشريف. إيه. نعم. جميل. فبالتالي هاي واحد من الأشياء. الأمر جميل. الثاني في تكييف في الترس. طبعا إحنا شغالين على مسألة التكييف، ويمكن يبي له شهرين إلى 3 أشهر إن بنخلص، لكن يكون الترس في المرحلة يعني في خلينا نقول الافتتاح الرسمي بيكون الترس جاهز. مكيف. طبعا يمكن حاليا احنا تبي تسأل انت متى الافتتاح، انا ادري ماسك نفسك وما تبي تقول، لكن انا بوفر عليك. لا بيكون اخر سؤال، بيكون اخر يعني سؤال مع الختام ان شاء الله. ان شاء الله. زين ابو جاسم. اسلم، تبغى تقول شيء؟ لا بس بغيت اقول لك ان مرحلة هذه المرحلة البداية يمكن ما تكون كل الامور 100%، لأن بالنسبة لنا بيكون شيء تجريبي. جميل. ولازم نصلح أشياء. سوفت أوبنينج. إيه بالضبط، لأن أنا أبي ملاحظات الناس. جميل. يعني مهما أقول إن المشروع جيد وممتاز وإحنا، لكن الكمال لله سبحانه وتعالى، وأنا أبي أشوف شو ملاحظات الناس اللي عندهم وش الأخطاء اللي إحنا عندنا عشان نصلحها. جنب جاسم، شنو هي الأشياء يعني الآن المكان الحزم فيه أماكن وايد مفتوحة وبيجي عليك الصيف
وبيجي عليك يعني وايد قهاوي. مهم تستخدم الأماكن المفتوحة طبعًا. في الخارج خاصة مع الجمالية الكبيرة اللي مول الحزم. شن هي الحلول اللي ممكن أنت تحطونها خاصة مع قرب فترة الصيف؟ ما أنا قلت لك الحين إن في عندنا إحنا أول شيء بالنسبة للأرضيات، ثاني شيء عندنا التراس. التراس هذا بنكيف التراس اللي الجلسات المفتوحة. أيوة الجلسات المفتوحة بنزل درجة الحرارة، يعني خلينا نقول إذا برع 40 يكون عندنا 30، إذا 30 بنوصله لـ20، يعني في تكييف يكون موجود في التراس. بس أنا ما أبغى أجي كل التراس أسكره، لأن أنت يعني ودك أن توصل في فترة أن الناس تبي تقعد برا، لأن كل مطعم اليوم عنده جلسة داخلية وعنده جلسة خارجية، فالناس دائما تنطر الشتاء أساس يقعدون برا. إذا أنت رحت سكرت التراس وقفلته وحطيت فيه، معناته ما فقدت هذا اللي عايش اسمه، فلازم يكون في عند الناس حتى نوع من التشوق ان بلشت فيها قاعده. وبعدين المطاعم اذا كلها قاعده برا، المن بيقعد داخل المطعم؟ صادق. فلازم تخلي وقت ان الناس تقعد. انت اذا تروح اليوم تفكير استثماري ابو جاسم، ما نقدر عليكم. لا لا مو تفكير كذا، لكن احنا نقول لك روح اوروبا. صحيح. اوروبا 6 اشهر ما تقعد برا، وين المطاعم ناس تستقبل الناس داخل هذه وكذا. لما يجيهم الصيف الناس، لكن في البرد درجة حرارة ما أدري 5 ولا 0 ولا هذه، والناس تقعد برا. صحيح. فإحنا وضعنا أنا أقول أحسن من أوروبا، يعني على الأقل أنت يمكن 4 أشهر اللي فعليا أنت ما تقدر، لكن أوروبا أكثر من 6 أشهر ما تقدر تقعد برا. صحيح. أحسن. يمكن في لقاء سابق معك سيد محمد تكلمنا عن أن جمالية المكان والكم من الفخامة اللي موجودة فيه قد تحرج المستأجر. يعني هو أوكي أنا فخامة، الفخامة الخارجية إيش بسوي داخل المحلي؟ فهذا قد تعجزني أن أنا أسوي ديكورات داخلية ويكون المبلغ عالي جدا. صحيح. على الأجار. الآن إحنا في مرحلة التأجير، إحنا نعم. في مرحلة التسكين، خلصنا التأجير قول. أيوة في مرحلة. أيوة إنزين خلصتهم كلهم، أنا باقي شيء أبو جاسم. ليش تبي تأجر؟ حاضرين هالقطر. شلون تم حل هذه المسألة؟ لا أشوف الله يسلمك اليوم، يعني أنت إذا عندك مشروع بهالمستوى أكيد أي مستأجر جاي لازم يعرف أن الديكور الداخلي ما لازم يقل عن هذا المستوى. أنا الحين ما بقول لك المستأجر، أنا بأخذك أنت كزائر اليوم رحت المكان، أنت إذا شفت المنظر الخارجي للمشروع بهالطريقة إيش تتوقع من داخل المطعم؟ إيش توقعاتك؟ فتتوقع أن اللي يكون داخل أفضل من برا. فأنا بيوصل لتوقعات الناس فعلا عشان الناس ما تتفاجأ أنه والله هالمحل الفخم من برا مسوي لي بس قعدة وشوي جبس وهذه يقول لي تعال. إذا قلنا أنا حريص أن المستهلك فعلا أو الزائر يشوف نفس المستوى اللي أنا مسوي من الخارج يحصله داخل المطعم. طب هذا بيكون صعب على 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 المستأجر نفسه. لا احنا والله انا اقول لك انت بتقول صعب، لكن ان شاء الله بتشوف. أنا هذا اللي بتقول صعب، اللي انا برويك على ارض الواقع بتشوف المحلات وحتى طيب. المستأجرين يمكن في البدايه قالوا ليش الشروط الصعبه، لكن لما شافوا في النهايه، يعني انا حاط شوف يمكن لاول مره فريق من 26 مهندس، يعني احنا كمشروع الحزم ندفع لهم كل مصاريفهم، شغلهم ان بس يشوفون يشرفون على ديكورات المحلات ويسوون لهم ابجريد، وهذا من غير اي شيء. طيب المشروع الوحيد اللي بهالطريقه اللي يطرح نفسه اذا انا مؤجر عندك. نعم. وقلت لك اوكي انا ما عندي مشاكل، هذا مشروعي، هذه فكرتي. نعم. هل انت تنفذ لي الديكورات الداخليه؟ والله اذا انت عندك، انا اقول هو شوف مش مساله، انا بخطط لك وانا بعطيك مثلا التصاميم، انا ممكن اساعدك في الافكار، لكن اذا انت اليوم تبي تفتح مشروع وما تقدر تنفذ، معنا خاف انك انت ما تقدر تكمل، ما تقدر تدير. لان انا بهمني انك انت تكمل معي، مو بهمني ان انا اخذ منك شيكات الايجار وبعدين توقف. انا بهمني اليوم اي مستثمر، اي مؤجر، اي مواطن يبي يبدا البزنس لازم اضمن ان هاي يقدر يكمل، لان مش الهدف ان انا اخذ فلوسك كايجار، انا الهدف انك انت تستمر وتربح. صحيح صحيح. فلازم انا احط في بالي انه هذا الشخص قادر لاداره هذا المشروع. نعم. ويقدر يديره بالشكل الصح ويقدر يربح. صحيح. هذا اللي بيخلينا اكون كثير حريص على تفاصيل المحل من الداخل، لازم يكون على مستوى والديكورات. وهالشكل كان في صعوبه لاختيار الماركات واختيار المحلات الجديده. زين ابو جاسم خلينا ندخل في تفاصيل المشروع نفسه الان. اكيد بتكون هناك طريقه لتقسيم المشاريع وتوزيعها، شنو هي الطريقه اللي تبعتوها في طريقه توزيع المحلات، سواء الكوفي شوبس، القهاوي الموجوده او المطاعم او حتى الماركات
والمحلات العالمية اللي بتكون موجودة والكوفي شوبس الموجودة وفي الجاليري بعد وأيضا الجاليري اللي بتكلم عنها. هو طبعا أشوف أنت عملية توزيع المحلات لازم يكون عندك تختار في شيء اسمه ميكس تيننتس اللي هو هذا هو التوزيع وين تحط المطاعم لأن لازم تعمل انسيابية الحركة لأن صحيح. ما أنا أروح في جزء أشوف هذا الجزء ميت وهذا حي وهذا حي صحيح. فكيف أنت تخلي كل جزء في المشروع يكون حي وفي كل مكان عندك حركة هذه طريقة التوزيع يعني إذا أنا حطيت خلينا نقول كل المطاعم في مكان واحد خلاص جاني من الظهر أوكي ناس تغدى وبالليل من 7 to 8 or 9 ناس يتعشون طيب من باقي الوقت خلينا نقول من الساعة 4 to 7 شو أخلي مكان ميت لازم أنا أخلي بينهم كوفي شوب كذا إن أخلي المكان حي مثل ما مرت إن تشوف في ناس في حركة في المكان وهذا النوع من التوزيع يمكن بيجي من خبرة من يعني من دراسات صراحة تجرى لهذا المشاريع إن يكون في سهولة في الحركة وإن يكون المشروع كل أطراف المشروع تكون بنفس المستوى من الترافيك أو من حركة الجمهور. جميل. طيب السيد محمد عبد الكريم العمادي متى الافتتاح المبدئي حصرا على قناة الريان وخاصة برنامج ترحيب؟ هالأسبوع اللي احنا فيه ان شاء الله عارف شروع هالقطر هالأسبوع نعم شروع ان شاء الله هالأسبوع متى ان شاء الله بس احنا ودنا الناس يعني دائما انا اقول ان ترى هذه اللي بتشوفونه مو بكل شيء هاي الافتتاح مبدئي نعم مو بكل شيء ومو هب ان تشوف كل المحلات خاصه لان في المشروع عباره عن جزء اللي هو يتعلق فيك انت كمالك المشروع مالك المشروع معناته الخدمات الرئيسيه في المشروع متوفرة. لازم تكون متواجده والمشروع يكون خالص ما يكون فيه شغل البناء او الكونستراكشن هذا بيكون شغلك انت كمالك المكان ان لازم تكون او كشخص اللي بتدير ان يكون خالص يجي الامر الثاني اللي هو المستاجرين احنا تاركين المستاجرين يشتغلون وشغالين فعلا يعني ليل ونهار ان يخلصون لكن احنا ما نقدر نخلي المشروع مسكر لما كل الكل يخلص فانا قلت يلا احنا نفتح المشروع الناس بتيجي بتشوف العماره وبتشوف القعدات شكل. وبتشوف واحنا بعد نطلع الاخطاء اللي احنا عندنا والتمشى في المكان اي نعم والتمشى والطالع وكذا واحنا بنشوف وين المشاكل اللي عندي زين ابو جاسم اليوم يوم الاحد احنا متى نقول حق الناس يبدون يشرفونا والله يشرفونا ان شاء الله الاربع يوم الاربعاء يوم الاربعاء ان شاء الله نثبت على الاربعاء يوم الاربعاء تاريخ كم يا شباب ابد يوم الاربعاء مشاهدينا يعني الكرام السيد محمد عبد الكريم العمادي يقول لكم حياكم في الحزم باذن الله ابتداء من يوم الاربعاء القادم ولكن هذا مجرد افتتاح مبدئي لتجربة كل الفعاليات والأشياء الموجودة أو الاستهلاكية الموجودة في المكان والمطاعم اللي بتكون موجودة صحيح. فيه مجرد مطاعم مبدئية ولكن الخير مقبل على قولتهم أكيد إذن يوم الأربعاء 3/5 هو الافتتاح نقول المبدئي لمشروع الحزم أتمنى التوفيق لأخوي محمد عبد الكريم العمادي على هذا المشروع وكثير من هالقطر من مواطنين ومن مقيمين ينتظرون أبو جاسم الافتتاح لهذا المشروع الضخم اللي كان فيه إعلان كبير وشفنا يعني تحفة معمارية موجودة عندنا في قطر نتمنى لك التوفيق وحق أخوانك الموجودين أيضا معاكم في هذا المشروع أخوي محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي لشركة العمادي للمشاريع شكرا لتشريفك معنا في ترحيب ما قصرت ونتمنى لك كل التوفيق الله يسلمك مشكورين وما قصرت حقيقة يعني أنا ودي يعني الجمهور أو خلينا نقول هالقطر والناس اللي ناطرين المشروع يعني يسمحوا لنا على هذا التأخير وإن شاء الله هم يكتشفون أن التأخير هذه كل تأخير شيء أخير إن شاء الله وحجم العمارة والنحت هذا بيشوفون ليش إحنا تأخرنا هالمدة لكن في يعني في النهاية نبي نقدم لهم شيء مميز والشيء اللي فعلا هم يستحقونه ان شاء الله شكرا لك اخوي محمد العمادي نتمنى لك كل التوفيق يوم الاربعاء 3/5 هو الافتتاح لمشروع الحزم نتمنى التوفيق لهم ان شاء الله احنا بنروح معاكم الى فاصل ومن بعد نتابع فقرات برنامجنا انتظرونا